قد تكون ليست غريبة للأوروبيين ولكنها غريبة تماما على العالم العربي. تحتفل النمسا بعيدها القومي في 26 من أكتوبر من كل عام من خلال عدة طقوس تشمل هبوط الطائرات المروحية الهليكوبتر في الميادين الرئيسية وإغلاق طريق الرنج الشهير المحيط بالعاصمة عن طريق نشر الدبابات به. كما تشمل الطقوس النمساوية فتح أبواب رئاسة الجمهورية والمستشارية والبرلمان أمام الجمهور لزيارتها وتفقدها من الداخل والتعرف على آليات العمل بداخلها، ويصاحب ذلك العروض الموسيقية والغناء والزينات والألعاب الرياضية. وتوضيحا لتاريخ هذه المناسبة نعود إلى العام 1955، وبعد أكثر من 300 جلسة عقدها وزراء خارجية الحلفاء، يقوم وفد حكومي نمساوي رفيع المستوى مؤلف من مستشار الحكومة النمساوية حينذاك يوليوس راب ونائبه أدولف شارف ووزير الدولة كرايسكي بعقد مباحثات مع الحكومة السوفيتية بمقتضى ما يسمى بمذكرة موسكو، والتي وافقت مبدئيا للحكومة السوفيتية على معاهدة الدولة. وقد تم توقيع معاهدة الدولة من جانب الدول العظمى والنمسا في قصر بليفيدير يوم 15 من مايو 1955 مع تأكيد حظر انضمام النمسا إلى ألمانيا. ووافق البرلمان على قانون الحياد في 26 من أكتوبر 1955، وأصبح هذا اليوم هو العيد الوطني للنمسا. وفي نفس العام تم افتتاح دار الأوبرا، وكان هذا رمزا واضحا للانتهاء من إعادة بناء البلاد ثم دخول النمسا كعضو في منظمة الأمم المتحدة. وفي عام 1956 دخلت النمسا كعضو في المجلس الأوروبي. واعتبارا من العام 1973 بدأ عصر الحكومات الاشتراكية التي بدأها كرايسكي، الذي جعل السياسة الخارجية محورا أساسيا وأدخل العرب إلى ساحة السياسة العالمية، وخاصة رؤيته الحكيمة الصحيحة للقضية الفلسطينية. وفي عام 1979 أصبحت مدينة فيينا ثالث مقر من مقرات الأمم المتحدة. تابع الاحتفالية من فيينا أسامة نصحي.